انت شو بدك مني؟ انا ليش هون؟ أنا ضابط بعرف، لأنه لو كنت من زلم أبو الليل كنت لحقتك فيه. الواضح أنك حدا محترم يا عم، بس أنا للأمانة لحد هلأ ما عم أفهم شو اللي خلاك تصير قاتل مع سبق الإصرار. ما كثير مهم. طيب وهلأ شو؟ شوف، هلأ رح أتركك كم يوم لتتعافى، وبعدين منشوف كيف نلاقي لك صرفة لتصير برا. شوف لك، انت بتعرف انه انا ما راح اقتلك وما بدي اقتلك، فلا تحيجني انه اقتلك، فهمت؟ عمو، انت بتعرف انه اللي عملته معي حيخفف لك العقوبة، فانا برأيي انه لا تشرح لي. انا حطيت قدامك الخيارات والقرار عندك، فهمت؟ طيب انت اذا حتتركني بعد كم يوم فانت يا بدك تهرب برا البلد يا اما بدك تسلم حالك. طيب بس خليني اعرف شو القصة. واضح انه جاي على بالك تحقيق. رح اتركك هلا، غبن لك غبة قهوة لانه بجوز طول عليك، مش هيك؟